الحرفيين اللي مشاركين الحمد لله كلهم مميزين. علاش؟ لانه كلهم يشتغلوا باليد، وهذه هي الاشياء اللي في الحقيقه كتفرح، لانه حتى الشباب الحين بدا كيرجع ويبغي يشوف الحاجه اللي هي مسويه باليد. وكيف شفتي الحمد لله الجناح المغربي، كيف الأجنحة العالمية المشاركة، حقا من الأشياء اللي جبناها الحمد لله كلها كتفرح وكتعطي لهذا المهرجان الصورة الحقيقية، لأنه هو المهرجان تراثي أكثر ما هو مثلا تجاري، أو لأنه الحمد لله كاين أشياء قديمة اللي هي كاين اللي عندها أكثر من 80 و70 و70 سنة هذه القطع. ولهذا احنا الحمد لله والشكر لله لما جبنا هذه القطع ماشي باش نبيعوهم أو باش نعرفوا الثقافة وهذا المنتوج المغربي الأصيل اللي كان يا سيدي تيخدموه المعلمين ديالنا رحمه الله تعالى وجدودنا، كله يدوي 100 100، ما في شي ضربة واحدة بالماكينة. المواد الأولية ديالو كتلقاها مواد اللي هي مسوية باليد، مثلا من الزربية، من شوف مثلا الحذاء، من الجلباب، من اللي هي الفخاريات، المزهريات، كل هذه الحاجة اللي شفتي في الجناح المغربي كلهم ما شاء الله عليهم. كالأجنحة اللي حقا أنا نظرت، ولي الحمد الأجنحة ديال اللي هما معنا مشاركين من العالم حقا حرفيين في المستوى، وهذه اللي كتزيدنا حقا احنا بالنسبه لنا كتزيدنا حتى نفس باش نشوفوها نحافظوا على هذا الشيء هذا ونزيدوا في المحافظه عليه.